بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بكم طلابنا الأعزاء. هنتكلم على موضوع مهم اليوم عند الأطفال، بيأثر على الحركة وصعوبة الانتقال عند الأطفال، وهو بالجتريك إميونولوجيك ديس أوردر. هنتكلم عن موضوع مهم هو في الكونكتيف تيشو ديس أوردر، والموضوع يكون هو جوفينايل روماتويد أرتراتيس. جوفينايل روماتويد أرتراتيس is a chronic inflammatory heterogenic disease that begin in children younger than 16 years old. A wide spectrum of disease activity occur range from mild to very severe. Juvenile rheumatoid arthritis joint and connective tissue. Some patients may also experience systematic fusion. فهذا المرض يؤثر على الجوينت والكونكتيف تيشو، عشان هيك بنقول له علاقة بالحركة عند الأطفال، والأطفال في هذه الفترات من العمر هم أكثر ناس متحركين. يعرف بأنه هو مرض مزمن and inflammatory، التهابات في المفاصل. ممكن يكون مايلد، يكون بسيط، ممكن يكون very severe. Pathophysiology and etiology of the disease. The cause of juvenile rheumatoid arthritis, the exact cause هان ممكن نقول is unknown. But there are some theory. Autoimmune process or hypersensitivity to unknown stimuli. يكون له علاقة بالautoimmunity، المناعة الداخلية بجسم الإنسان. حساسية وتحسس لشيء غير معروف، Infection from unidentified organism. ممكن يكون spreading of infection من أي مكان أو في organism حتى الآن مش معروف نوع الأورجانيزم اللي بأثر. يعني احنا عنا two type of infectious disease، لو كانوا bacterial جرام بوزيتيف جرام نيجاتيف، ممكن يكون فايرال، ممكن يكون بروتوزوال، ولكن هنا حتى الان ان هذا الاورجانيزم اللي بيأثر على هذا المفاصل الجوفينايل روماتويد ارتراتيس وعلى هذا المرض حتى الان مش معروف، وما اوتيتم من العلم الا قليلا. ممكن يكون هرمون فاكتور، العلاقة بالهرمونات. ممكن يكون سينوفيال بيكام تيكنس، طبعا هذا اللي بيعمل سراوندنج وبيعمل حمايه للجون، بيعمل حمايه للجون، اصبح بدل ما يكون لزز سينوفيال فلويد اللي بيكون محيط بالجون وبيمنع الاحتكاكات في الجون والمفاصل وبيخفف الالم، اصبح ثيك مش ووتري، ما مع الحركه بيصير برضو الام شديده. ديستروي اوف ارتكولار كارتج، طبعا الارتكولار كارتج هذا هو عبارة عن كارتليج غضاريف محيطة بالجون، الغضاريف الخارجية المحيطة بالجون صار فيها تآكل، صار فيها دمج، فبزيد الاحتكاك بزيد الألم. weakness and atrophy of muscle surrounding، طبعا القوة العضلية والعضلات المحيطة بالمفاصل إلها علاقة بالمقدرة على الحركة، فهذه العضلات اصبحت ضعيفة، فممكن الموفمنت والحركة بصورة غير. عندنا هنا صورة توضيحية للجوينت، وهنا مفصل الركبة، شايفين في عملية هاي، هنا في سولينج في ريدنس وهدنس، هاي هنا شايفين الريدنس مفصل الالبو الكوع، شايفين هنا ايوه في سولينج وفي ريدنس، سولينج وريدنس، هاي هنا شوف الاحمرار، وفي سولينج المفاصل في الميتا تارسال بون. كلينيكال مانيفستيشن، الاعراض كلينيكال فيوتشر والبيري امانج اونسيت تايب، طبعا هذا يختلف من طفل الى اخر، من حاله مرضيه الى حاله مرضيه اخرى حسب الانواع. Juvenile rheumatoid arthritis is characterized by exacerbation or remission. Infection, injuries, or surgical procedure may precipitate exacerbation.
احنا اخذنا التايب اوف ديزيز من يكون كرونيك يكون اكيوت في اكسكربيشن اند ريميشن. التايب اوف ديزيز طبعا هذا لما يكون يعني تعالجنا من اعراض الحاله المرضيه، تعالجنا من اعراض الحاله المرضيه واخذنا العلاجات الملائمه. حصل عند الطفل انفكشن، حصل عند الطفل انجري في الجون، حصل سيرجيكال بروسيجر. فالسيرجيكال بروسيجر والشغلات هذه هتعمل ريميشن للحاله المرضيه، حتظهر الاعراض من جديد، والاكستربيشن حصير الاعراض برضه بصوره واضحه خلال هذه الفتره. يعني الطفل ممكن تختفي الاعراض المرضيه عنده، ولكن عند حصول انفكشن، عند حصول انجري او تعرض لسيرجيكال بروسيجر الاعراض بترجع مره اخرى. طب الجوينت هذا اللي بصير عنده الحاله المرضيه انفول جوينت، المفصل الذي يصاب بكم انفليد with morning stiffness اللي بسميها جيلينج swelling won't pain and impaired movement. المفصل المصاب خصوصا في فترة الصباح في نوع من الستيفنس، عدم المقدرة على انه الطفل يحرك هذا الجون، في انتفاخ، في نوع من السخونة وون، في بين، في ألم، والحركة الطبيعية لهذا الجون هتختل ومش هيقدر يحرك هذا الجون امبايرد موفمنت خصوصا في فترة الصباح. This may occur gradually or suddenly. طبعا الجون ممكن one joint، ممكن يكون multiple joint، ممكن يكون one joint multiple joint. الأعراض ممكن تظهر شوي شوي أو فجأة تظهر الأعراض المرضية عند الطفل. Children with systematic juvenile rheumatoid arthritis have daily high intermittent fever and rash. طبعا احنا تكلمنا اللي هي غالبا بصيب الجون، ولكن احيانا ممكن تكون سيستماتيك، لان احنا قلنا الكوز انون هو اوتو اميون ديزيز. غالبا هؤلاء الاطفال اللي بيكون عندهم سيستماتيك انفيك، سيستماتيك افيكت يعني صار في السيستم مانيفيستم، غالبا عندهم ارتفاع متقطع ودائم في درجه الحراره واحيانا بعد الراشز. Uveitis is commonly asymptomatic at onset. Symptoms when present include eye rashes, pain, photophobia, headache, and decreased visual activity. Uveitis هذا بالعين، التهاب بالعين، التهاب منطقة العين. ممكن يكون asymptomatic. لو ظهرت الأعراض بيبدأ الحمار بالعين، الألم، حساسية للضوء، هيديك and decrease visual acuity، هو مقدرته على الرؤية في فيها محدودية. واحنا قلنا هذا لهذه في حالات السيستماتيك هي واصلة يوفايتس منطقة العين. روماتويد نوديول ار انكومون للشيلدرن، ممكن تكون نوديول السبكوتينس نوديول اللي احنا شفناها قبل هيك في بعض الحالات في روماتيك فيبر، بيلس حجمها من نص لواحد سنتي اذا وجدت، ولكن غالبا في الاطفال بتكونش موجوده. Diagnostic evaluation التشخيص. Laboratory studies can't confirm but can help to support diagnosis of juvenile rheumatoid arthritis. التحاليل بتأكدش ولكن بتساعد في تشخيص الحالة المرضية. ممكن early radiographic change، ممكن تغيرات في المفاصل. لو احنا تكلمنا في تآكل في الكارتليج، في تآكل في الكارتليج، السينوفيال فلويد بكم تك، السينوفيال ميمبرين قلت كميته، ممكن هذه تظهر من خلال الأشعة، من خلال الأشعة. Management although juvenile rheumatoid arthritis is painful disease of long duration the outlook for remission is good. مع انه هذا حالة مرضية وممكن يصير فيها remission، لكن الاوتلوك والحالة المرضية ممكن تشفى بصورة جيدة بنسبة 70% من الحالات.
there is no specific cure, the treatment is supportive. يعني المقصود بهذا الكلام انه فيش علاج مباشر لهذه الحالة المرضية ويأخذ العلاج ويتم الشفاء بصورة تامة. احنا قلنا الحالة المرضية فيها ريميشن، فيها اكستركربيشن في ثلاث شغلات، في الانفكشن، في الانجري، في السيرجري، ريميشن اند اكستركربيشن. فمعنى هذا انه هذه الحالة لا شفاء تام منها، العلاج بيكون سبورتيف تريتمنت اور سيستماتيك، بدنا نقول سيمتوماتيك تريتمنت. The goal of drug therapy is to reduce inflammation, relieve pain and maintain growth. الهدف من العلاج انه نخفف الالتهابات، نخفف الالام ونرفع الالام عند الطفل، maintain growth يعني الطفل ينمو بصوره طبيعيه من خلال الحركه اللي هو ممكن يمارسها حسب العمر تبعه. Traditional non-steroidal anti-inflammatory drug. نانسترويدال انتي انفلاماتوري دراج ممكن نستخدمها بصوره عاديه وصوره طبيعيه. الافيليبل دراج ممكن نستخدمها طبعا نانسترويدال انتي انفلاماتوري، تروفين، ديكلوفين، يعني كتافلام انافلام والشغلات هذه، بدنا نعطي العلاجات النانسترويدال. ديزيز موديفاينج انتي تريتمنت دراج، طبعا ديزيز مودفاينج انتريتمتك دراج، الهدف منها هو نعمل تعايش مع الحاله المرضيه، تعايش مع الحاله المرضيه. مودفاينج انتي روماتيك دراج يعني انتي انفلاماتوري ممكن تحصل، البين كيلر ممكن يحصل والشغلات هذه. اذا في النهايه انه الطفل حيتعايش مع هذه الحالة المرضية. طبعا حسب الكومبليكيشن، حسب توقع الحالة المرضية اللي ممكن تكون، بدنا نكون احنا هنا سايكولوجيكال تشينج، كون داعمين نفسيين ودعم اجتماعي للطفل. اليوفايتس لازم نكون شوف اعراضها من early discovering of uveitis، عشان الكومبليكيشن ممكن تحصل لازم نعملها treatment as soon as possible. البيريكارديتس برضو هذا حالة مرضية ممكن تكون فيها صعوبة عند الطفل وهو اصلا بتحركش عشان المفاصل، وهنا لو كان بده يتحرك وفي مشكلة في القلب مش هيقدر يتحرك، بهنا الدعم النفسي والاجتماعي ضروري جدا. طبعا اثناء اعطاء العلاجات بدنا نشوف السايد افكت، مثلا هلا سايتوكسيك ميديكيشن كيف نتعامل معها، كيف نقلل الكومبليكيشن. الكورتيكوستيرويد والاذر ميديكيشن السايد افكت تبعتها والجرعات والتايم تبعها. الجروت ريتارديشن والجروت ديستربانسز هذا بدنا نشوف ميجرينج وفولونج وفولو اب للكيس. الاستوبينيا طبعا استوبينيا واستوبروزز اللي هو شاشة العظام، الاستوبينيا ما فيش كتلة عظمية بدنا ناخد بالنا منها، نعمل اكس راي وميجرينج لكثافة العظم، ميجرينج لكثافة العظم. الميكروجانتيا هذه بتأثر على طبيعة الاكل، مش هياكل بصورة طبيعية، بدنا نعمل له الوجبات الغذائية بدنا نقللها، ولكن الفريكوانسي تبعها حيزيد. وكل هالأمور بدنا ناخد بالنا منها، ولازم نعمل انفورمينج للفاميلي ان هذا العلاجات not a curative but supportive treatment، فيش شفاء تام من هذه الحالة المرضية، ولكن اللي بصير ان هو احنا بندعم الحالة المرضية وبنعالج اعراض هذه الحالة المرضية. شكرا لكم. Chapter 9 Pediatric Orthopedic Problem. هنأخذ مثال على البيدياتريك أورثوبيديك بروبلم، هي مشاكل في العظام أو الجهاز أو الهيكل العظمي عند أطفال. طبعا إحنا بنتكلم على
اللي هي كومون او الحالات او المرض اللي بيحصل عند الاطفال بيحصل ايش عند الكبار. عشان هيك بناخذ فقط مثال واحد كلا هذه الفصل. Developmental dysplasia of the hip. Developmental dysplasia of the hip. Previously referred to as congenital dislocation of the hip. Developmental dysplasia of the hip, DDH, is now the accepted term used to describe abnormalities in the developing hip, including subluxation, dislocation, and dysplasia of the hip joint. من التشخيص او من التعريف ل developmental dysplasia of the hip انه الهيب جوينت اللي هي بيكون راس عظمه الفيمر اللي هي متداخله مع عظام الحوض بصير فيها اختلال، وهذه حاله مرضيه بتحصل عند الاطفال لانه ما قعدتش في مكانها الصحيح، فممكن يصير subluxation, dislocation and dysplasia of the hip joint. منطقة الهيب joint بصير فيها الثلاث شغلات هذه. فخلال هذه الحالة المرضية ممكن يكون خلع subluxation, dislocation اللي هو ممكن يكون عملية إزاحة من المكان الصحيح، ممكن يكون ديسبليزيا اللي هي ممكن يكون خلال هذه الفترة النمو الشاذ لمنطقة الهيب جون. فهذا خلع اللي هو وراثي بيحصل في منطقة الحوض. DDH may associated with other congenital anomalies. ممكن يكون في أعراض أو أمراض خلقية أخرى وجد عند الطفل خلال هذه الطفل. Bilateral involvement occur in more than 50% of the cases. 50% من الحالات ممكن يكون جانبي الحوض في خلع المفصل الورك الوراثي. 50% من الحالات ممكن يكون في الجانبين. And the left hip is more frequently involved. في غالبا الأكثر منطقة ممكن يكون المنطقة اليسار في الهيب جون. بعدين تيجي في اليمين. Female are affected 4 to 8 times more frequently than male. طبعا النسبة بين الميل والفيميل ممكن يكون 1:4 1:8 اللي هي أعلى في حالات الفيميل. إذا 50% من الحالات ممكن يكون في الجانبين. النسبة الأكبر ممكن يكون في سايد في الليفت هيب. نسبة حصول الحالة المرضية بين الفيميل والميل 1:4 من 1:8 عنها ديسبليزيا هنا داخلة بصورة طبيعية، وهي الليفت هيب صار فيه سبلاكسيشن. هذه نورمال، هذه شايفين هنا طلع بالمكان. Clinical manifestation. Physical finding change at the child age. The presence of one of the more of the following should be noted. طبعا طول ما هو الطفل نايم في السرير مش واضحة الأمور، ولكن ممكن بعض الأعراض البسيطة اللي لازم احنا أو الأم تلاحظها عند الطفل المولود. Thigh asymmetry or thigh gluteal fall present in 10 of the normal infant. Asymmetry of the both thigh. الثigh طبعا منطقة الثigh منطقة الفخذ فيها asymmetry. Gluteal fall منطقة gluteal muscle برضو بتكون غير طبيعية وفيها asymmetry عدم تجانس في التو سايد. ولكن هذا الشغلة ممكن تكون موجودة normally في 10% من الحالات. إذا وجدت بدنا نلاحظها ونتابعها، ممكن تكون طبيعية ممكن تكون لها علاقة بالدي دي اتش. ليميتد هيب ابدكشن. الهيب ابدكشن بيقدر يفتح الساقين
منطقة الحوض بيقدر يفتح ليميتد هيب ابداكشن. بوزيتيف بارلو ساينز ان هو ديسلوكيشن وبوزيتيف اورتولاني ساينز ريدكشن، هذول التنتين لازم احنا نفحصهم سريريا، نفحصهم سريريا وبتكون هذه بوزيتيف بارلو اورتولاني ساين. شورتنينج اوف ذا افكتد فيمر جازينك ساين، المنطقة اللي بكون فيها شمال او اليمين يصير فيها شورتنينج. ابنورمال جات باتن ترند بين جير جات داون تيل تيل تو بلبيس اون ذا افكتد تايم، يعني المنطقة اللي افكتد بصون فيها الطفل مايل باتجاهها، الطفل لما نقف مايل باتجاهها. بين ان اولدر الشيلدرن، بين الاولدر الشيلدرن بدنا نحاول نجيب لكم فيديوهات في بارلو سايا تيست وورتولاني سيست بنزودكم فيها ان شاء الله. عما اخر مانجمنت هيب سبلكسيشن اند ديسلوكيشن الشيلدرن بتوين 6 تو 9 مانث بالبيك هاريس فور او فريكوانت بيزيس. بالبيك هرس هو هذا عبارة عن حزام معين باللبس للطفل عشان اللي هو يعمل كومبليت لاكسيشن او في في النيك اوف ذا فيمر، يحطها في وضعها الطبيعي حسب صورة الأشعة. التريتمنت البالبيك هرس may continue for 4 months or until the child is able to stand in the harness. طبعا ممكن لبسوا هذا الجهاز مسموه فالبيك هاريس باسم العالم اللي عمله لمدة 4 شهور، او بيقدر الطفل يقف بدون بشكل طبيعي بدون ما يكون لابس الفالبيك. When the child is standing the harness is exchanged from the abduction braces until the hip is normal. لما الطفل يقف في هذه الحالة ممكن يصير في اختلال في اللي هو عملية الوقوف لحين ما تصل الهب لوضعها الطبيعي خلال الفترة العلاجية. فلازم يلبس الحزام هذا او الجهاز لحين الهب يصير نورمال او انه هذا الطفل يقف. Close reduction of hip spica application if harness treatment is unsuccessful. طبعا اذا الطفل لبس الجهاز لمدة 4 شهور ما صارش تحسن في الحالة المرضية فهنعمل حاجة اسمها close reduction بالهيب سبايكا، بدنا نلبسه جبس على منطقة الحوض و الفخذين، وهذا عملية تثبيت لفترة طويلة. Hip subluxation and dislocation in children 9 to 18 months. Follow up continue until age skeletal maturity. طبعا الطفل لو كان عمره اكتشفنا الحالة من 9 إلى 18 month على طول حنروح على الكلوز ريدكشن، مش حينفع معنا اللي هو بالبيك هارنس، مش حيسمع معنا بالبيك هارنس، على طول حنعمل كلوز ريدكشن، والكلوز ريدكشن بالهيب سبايكر. ابلكيشن اوف سبايكر كاست فور 3 مانث تو مينتين ذا ريدكشن لمده 3 شهور. يوز اوف نون استرويدال انتي انفلاماتوري دراج اند ان امبيوليشن ديفايس usually need surgical correction. طبعا بنلبسه الهيب سبايكا 3 شهور مضادات للانتي انفلاماتوري دراج، نجحت العمليه الحمد لله وكان بها، لم تنجح فهذا الطفل هيحتاج عمليه صحيه. complication of the disease avascular necrosis. طبعا الوضع غير طبيعي، الباسكولاريتي والبلاس سبلاي للاريا هتقل، فالمنطقه اللي بقل فيها بلاس سبلاي حصير فيها نكروزز
في الهيد اوف ذا بون او الاكسبتيونون عند الطفل. ري ديسلوكيشن اور سبلكشن ترجع مره اخرى. لوس رينج اوف موشن الحركه الطبيعيه غير الحركه غير طبيعيه. ليج لينث ديسكريبانسي طول القدم او الساق في المنطقه التي اصيبت اقل من الطبيعي هتأثر على الجاية تبع الطفل. ايرلي اوستوارترايتس هتبدا عند الطفل مشاكل الاوستوارترايتس. ريكارنت ديسلوكيشن اور انستابل هيب ريكارنت ديسلوكيشن مره ثانيه. فيمورال نير بالسي فيمورال نير بالسي انه منطقه اللي هو يعني هنا مش هيقدر يحرك منطقه الفيمورال اريا لانه الاعصاب اتاثرت من هي باسكولار. اياتروجينيك هيب ديسلوكيشن بسبب التدخل الغير سليم فحيصير عنده برضه هيب ديسلوكيشن. شايفين هنا البايبك هيرنس الجهاز عاملين ابدكشن للتولنت. شايفين الهدف هنا ندخلها داخل اللي هو الهيد اوف فيمر هذا النيك اوف فيمر ده في الاكسبتوم. فهمتين كيف؟ الابدكشن نعمل ابدكشن هنا هيب سبايكا هيب سبايكا كاست شايفين لابسينه جبس هاي منطقة البطن والحوض لتحت وعاملين هنا سبورت للتولج عشان تضلها برضو تكون في وضع الابدكشن طبعا ما عدا حيكون عندنا هنا فتحة الشرج واليوريترال ميتس مفتوحات عشان نعمل ملاحظة وعملية فولو اب او عملية هو كير فور ذا تشايلد. هذه صورة توضيحية على دمية، صورة توضيحية على دمية. يعطيكم العافية.